شكل كده حبيت الفيديوهات الكتير، عشان مش عارف اسميها ايه بصراحة، اللي بتدعي يعني ان هي المفروض ان هي صحفية وان هي عملت عمل صحفي. بوجه لها كده بسألها سؤال كده، نسمع كده مع بعض كده هي بتقول ايه. هذا سر، هذا مش مذيع. نحن اخترقنا هذا الرجل بطريقتنا، وصلنا 6 شهور عم نشتغل على الموضوع لأنه عنا معلومات بس ما عنا إثباتات. وهذا العمل الاستقصائي بيتوجب أنه نخرق الآخر إذا كان ظالما. وصحتين على قلبه، أكل البوكس واعترف بكل شيء. معلش تاني بس نسمع هي بتقول ايه. هذا سر، هذا مش مذيع. نحن اخترق هيدا سر، هيدا مش مذيعة، نحن اخترقنا اخترقنا هذا الرجل هيدا الرجل بطريقتنا، بطريقتنا. وصلنا 6 شهور عم نشتغل على الموضوع وصلنا ست لأنه شهور عنا معلومات عم نشتغل بس على ما عنا الموضوع، إثباتات. لأن عندنا معلومات وما عندنا إثباتات. هذا العمل الاستقصائي بيتوجب أنه نخرق الآخر إذا كان ظالما. وهذا العمل الاستقصائي يتوجب أننا نخرق الآخر. عايز اقول لحضرتك، انت بقى اخترقتي الاخر ازاي؟ اولا عمل استقصائي، يا ما فيش وصف. ايه اللي يسمح لك، اني عمل استقصائي اللي يسمح لك انك تخترقي حياة ناس وتبعتي واحدة وانت معترفة بلسانك انها مش مذيعة؟ هتكون شغالة ايه الواحدة دي؟ طبعا اكيد من الشبكة اللي انت بتديريها، لان اكيد طبعا الناس كلها عارفة شغلانتك الحقيقية ايه. فأول حاجة عايزك تقولي صوتك ولا مش صوتك، وهيدا سر وهيدي مش مذيعة، وعمل استقصائي أعتقد هتدفعي ثمنه كبير، لأنه عمل استقصائي في حاجة مش من حقك، وحاجة بقالك 6 شهور بتشتغلي وتخططي لها زي ما انت بتقولي بلسانك، وإنك مش بعتها مذيعة. أمال انت بعتها دي ايه؟ دكتورة سنان؟ ولا ايه؟ اعتقد ان هي فرد من افراد الشبكة المعروفة اللي بتقومي باعمال استقصائية كلها معروفة برضو. ربنا يهديكي، يعني ما اعرفش ممكن ربنا يهدي اللي زيك ولا لا، بس يعني مش لاقي كلام اقوله الصراحة، مش لاقي لفظ. يعني اخلاقي وتربيتي ما تسمحليش اني الاقي حاجة ارد بيها على هذا الكائن، ان هي ما ينفعش تقول عليها بني آدم، على هذا الكائن. شكرا.